أسعد الله أوقاتكم أبنائي الأحبة طلاب الصف التاسع الأساسي في لقاء يجمعنا معا في وحدة من وحدات كتابنا المقرر، وهي الوحدة الثانية التي نتناول فيها القضايا الوطنية والقومية، نبحر من خلالها في معان سامية خلدها أدباؤنا في أشعارهم لتستحق تلك الكلمات النابعة من ضمير قائلها أن تكتب بماء الذهب وأن تدون في كتب التاريخ وأن يخلدها مؤرخون بمداد أقلامهم التي لا تسطر إلا الحق. وسنكمل في هذا اللقاء ما بدأه زملاؤنا الكرام في الندوة السابقة لنتابع تغطيتنا لهذه الوحدة بما فيها من معارف ومهارات، مؤكدين على توظيف تلك المعارف في تمثل تلك القيم النبيلة المتضمنة في ثنايا أسطرهم الشعرية. ويسرني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفتي الكريمتين الآنسة أميمة خليل مدرسة في تربية حماة، والآنسة أيانا السلموني مدرسة في تربية طرطوس. أهلا وسهلا بكما. أهلا بكم. عدنا من جديد لنتصفح ونتقلب صفحات الكتاب لتكون تلك الصفحات معينا يستقي منه الطالب المعارف والمهارات، إلى جانب بعض دروس القواعد التي جاءت وفق مصفوفة متنامية تناسب فكر الطالب في هذه المرحلة الدراسية. ويمكن لتلك القواعد أن تكون قد مرت مع الطالب سابقا أو أن يأخذها الطالب في هذه المرحلة الدراسية. كما أننا لاحظنا في هذه الوحدة التي جاءت لتنقل لنا فكر أدبائنا النير الذي حملوه بين جوانحهم متمثلا بالمشاعر النبيلة التي انطلقت من وجدانهم تجاه أوطانهم، مرورا بملحمة ميسلون للشاعر خير الدين الزركلي انتهاء بانتصار تشرين. هل لك آنسة أيانا أن تبدأ لنا بتفصيل عما تحتويه هذه الوحدة من معارف ومهارات؟ طاب مساؤك أستاذ عبد الخالق ومساءكم طلابنا الأعزاء. تتمثل الوحدة الثانية القضايا الوطنية والقومية، والوطنية هي ارتباط الإنسان وهي ارتباط الإنسان العاطفي وتعلقه بقطعة من الأرض يطلق عليها اسم الوطن. أما القومية فهي ارتباط الناس بمجموعة من الناس يطلق عليها اسم قومهم، ولكن هذا المفهوم نشأ واتسع في عصرنا الحديث وخاصة في وطننا العربي. وهذه القضايا الوطنية والقومية في الأدب العربي المعاصر ليست حكرا على مرحلة معينة، فهي ممتدة من الصف التاسع الأساسي إلى المراحل الثانوية بشكل تتابعي، ولذلك سنبدأ بالتعريف بها بما هو موجود في هذه الوحدة. في هذه الوحدة مجموعة من النصوص الأدبية التي عالجت مجموعة من القضايا، إذ تطالعنا بالارتباط بالوطن وتمجيد بطولات أبنائه في ملحمة ميسلون للشاعر خير الدين الزركلي، ثم التغني بجلاء الاستعمار الفرنسي عن أرض الوطن في اليوم الأغر، يوم الجلاء العظيم عند الأديب الدمشقي محمد البزم. تظهر بعد ذلك القومية العربية متمثلة في نص التوأمان الذي مجد الشاعر السوري شفيق الكمالي فيه أصالة البلدين الشقيقين سوريا والعراق وإقدامهما ووحدة شعبهما، لتحضرنا فلسطين قضية العربي الكبرى في نص سأقاوم للشاعر سميح القاسم الذي فضح جرائم وممارسات الاحتلال وأكد على استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر، انتهاء بنص إثرائي يمجد فيه الشاعر محمد كامل صالح تضحيات الشهداء التي قدموها لتحقق النصر العظيم في تشرين. كما اشتملت هذه الوحدة بعضا من دروس قواعد اللغة التي تعد استكمالا للمنصوبات، ومنها الحال والتمييز والاستثناء، وعرفتنا من وجوه البلاغة على الاستعارة بنوعيها المكنية والتصريحية، ومن التعبير الوظيفي على المقابلة الصحفية، إضافة إلى ما تضمنته من مواضيع إبداعية، وجاءت
أيضا المطالعة على شكل قصة من قصص الأديبة السورية كوليت خوري لمواطن من تشرين، مواطن بطل جسد بطولات أبناء تشرين وتلاحم الشعب في حرب تشرين. نشكرك أنسة أيانا على هذا التوضيح، ونبدأ بالنص الأول الذي درس سابقا في ندوات سابقة وهو ملحمة ميسلون التي تناول فيها الشاعر خير الدين الزركلي واقعة مؤلمة حصلت مع مجتمع مع قطرنا العربي الحبيب سوريا. هل لك أن تفصلي لنا المعاني التي حملها الشاعر في ثنايا قصيدته؟ تفضلي. نعم، ملحمة ميسلون هي ملحمة انتصار الموقف المشرف على السلاح الغادر، وهي للشاعر العربي السوري المناضل خير الدين الزركلي الذي عاش محبا لوطنه وتنقل بين البلدان حاملا دمشقه في روحه وضميره ووجدانه، إلى أن أسند رأسه إلى تراب القاهرة مودعا الدنيا وعلى لسانه قوله: إن الغريب معذب أبدا، إن حل لم ينعم وإن ظعن. وقد حكم الفرنسيون عليه بالإعدام الغيابي مرتين، وحكموا أيضا بمصادرة أملاكه، وهو الذي اجتمع يمجد ملحمة ميسلون مع الشاعر أحمد شوقي الذي قال في تلك المأساة كما سميت، ثم أصبحت ملحمة بسبب البطولات التي قدمها الأبناء لإحقاق كلمة أو موقف مشرف من أجل هذا الوطن. فقال الشاعر أحمد شوقي: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. وقد مجد الزركلي بطولات أبناء الوطن الذين قادهم البطل يوسف العظمة في معركة غير متكافئة السلاح مع الفرنسيين المدججين بالأسلحة الثقيلة، كي لا يقال دخل الفرنسيون الأرض السورية دون قتال أو مقاومة، كما عبر عن ارتباطه بالوطن الذي أبعد عنه مرغما من خلال الفرنسيين، أو الذي أبعده الفرنسيون عنه إرغاما له. يبدأ الشاعر يقول: الله للحدثان كيف تكيد، برد يغيض وقاسيون يميد. هنا عبر عن مصيبة هذا الاستعمار التي كاد يتزلزل لها جبل قاسيون ويغور من هولها نهر برد. تفد الخطوب، أيضا قصد هنا هذا الخطب العظيم وهو مصيبة الاستعمار الفرنسي الذي حل بهذا الوطن على الشعوب مغيرة، لا الزجر يدفعها ولا التنديد. رفض هنا مبدأ الاستنكار والتنديد في مواجهة هذه المصائب العظيمة كمصائب الاستعمار. ثم انتقل في مقطعه الثاني ليمجد بطولات الشعب السوري الذي ثار في وجههم ولم يسكت على وجود الفرنسيين أو احتلال الفرنسيين للأرض السورية، فقال: غلت المراجل فاستشاطت أمة عربية غضبا وثار رقود. وهنا تحدث عن ثورتهم في وجه هذا المستعمر وعن الغضب الذي حل بنفوسهم إزاءه. زحفت تذود عن الديار وما لها من قوة فعجبت كيف تذود. أيضا هنا صور عدم تكافؤ السلاح بين الفرنسيين وبين الشعب السوري البطل. ولقد شهدت جموعها وثابة لو كان يدفع بالصدور حديد. إذن كانت مندفعة متحمسة ذاهبة للدفاع بكل حب وبكل إيمان عن هذا الوطن، ولكن هيهات لو كان ذلك السلاح يرد بالصدور العارية. ثم ينتقل إلى فتح ممارسات هذا الاحتلال بخداع الشعوب، فيقول: جهروا بتحرير الشعوب وأثقلت متن الشعوب سلاسل وقيود. خدعوك يا أم الحضارة فارتمت تجني عليك فيالق وجنود. وهنا نلاحظ كيف عبر الشاعر عن خداع الفرنسيين للشعوب من أجل احتلال أرضها، ثم أتى بجيشه الجرار لاحتلالها وقام بأسر شعبها لا بتحريره كما ادعى. وفي المقطع الأخير يعبر عن انتمائه العميق لهذا الوطن وعن حبه لدمشق، فيقول: أنا في هواك كما يشاء هواك لي. وهنا ينتقل من الغضب إلى الحب، فحتى الأحرف تتغير هنا.
كلف بحبك يا دمشق ودود. إذن هنا يعبر عن حبه الشديد لدمشق وانتمائه العميق إليها، ثم يؤكد أنه أبعد عنها مرغما، حيث يقول: أقصيت عنك ولو ملكت أعنتي لم تنبسط بيني وبينك بيد، أي أنني أبعدت عنك مرغما، ولو كان الأمر بيدي لما كانت هذه المسافات لتفرق بيننا. نذر دمي، وهنا أيضا يؤكد على هذا الإعدام الذي صدر بحقه، وقلنا أنه صدر بحقه إعدام غيابي مرتين. نذر دمي حنقا علي وفاتهم، أن الشقي بما لقيت سعيد. طبعا صدور الإعدام من المحتل هو باب فخر وسعادة، لأنه يؤكد على أن هذا الشاعر هو شاعر وطني، ومن هنا صحيح أنكم أصدرتم حكم الإعدام لحقدكم علي وعلى مواقفي، ولكن هذا يسعدني جدا ويفرحني لأنه موقف مشرف بالنسبة إلي. نشكر الأنسة أيانا على هذا التوضيح، ونريد أن نقول أن الشاعر من خلال هذه القصيدة قد تناول بفكرته العامة كما ذكرت مواجهة دمشق للعدوان الفرنسي عليها، ليفصل لنا بفكر الرئيسة أولها في المقطع الأول هي كثرة المصائب التي حلت بالبلاد، لينتقل في المقطع الثاني ليعزز لدينا قيمة إيجابية، ألا وهي تمجيد بطولات أبناء الوطن الذين دافعوا عن أوطانهم، وليفضح في المقطع الثالث زيف ادعاءات المحتلين الذين جاءوا بقيم نبيلة سامية كما يدعون، ولكن هدفهم كان تدمير الشعوب، وكما قال الشاعر: خدعوك يا أم الحضارة فارتمت تجني عليك فيالق وجنود، لينتقل في المقطع الأخير ويعبر عن حبه لدمشق التي أبعد عنها مرغما، ويؤكد على الانتماء الوطني لبلده على الرغم من المسافات التي تفصله عن وطنه. نشكرك أنسة أيانا، وننتقل بالحديث إلى الآنسة أميمة خليل. مرحبا بك آنسة أميمة. نحن الآن سننتقل من الحديث عن النص الأدبي لنتناول قواعد اللغة، ولنستكمل ما أخذناه في الوحدة الأولى ألا وهي المنصوبات. هل لك أن تفصل لنا في الحال، وكيف نستطيع أن نعرف الحال ضمن البيت الشعري، وكيف يستطيع الطالب أن يطبقه مع أمثلة من كتاب المقرر؟ تفضل. أنتم مساء أستاذ عبد الخالق، أنتم مساء طلابنا الأعزاء. طبعا الحال هو متابعة لسلسلة المنصوبات التي مرت مع الطالب في الوحدة الأولى. الحال اسم نكرة منصوب يذكر ليبين هيئة اسم معرفة قبله يسمى صاحب الحال. طبعا نورد مثال مما ورد معنا في القصيدة السابقة: تفد الخطوب على الشعوب مغيرة، لا الزجر يدفعها ولا التنديد. الحال هنا مغيرة، وهو اسم نكرة منصوب، وصاحب الحال هو كلمة الخطوب وهي معرفة. طبعا يأتي الحال نوعان، الحال نوعان، يأتي اسم مفرد ويأتي جملة، وهذه الجملة تكون إما فعلية أو جملة اسمية. طبعا يجب أن ننوه على أن كلمة عندما نقول حال مفردة لا نقصد بها الإفراد، بل نقصد هنا كلمة أو لفظة تعرب حالا منصوبة. طبعا مثال: لقد شهدت جموعها وثابة. تماما الحال هنا وثابة، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. طبعا أما الحال الجملة هو أن تقع الجملة الفعلية أو الإسمية موقع الحال، وهنا يجب أن تكون مؤولة بمفرد. مثلا: جاء سعيد يركض. طبعا هنا يركض هي جملة فعلية في محل نصب حال، ونؤولها بمفرد فتصبح جاء سعيد راكضا. طبعا ويجب أن تشتمل الجملة على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط إما الضمير وحده، مثلا: جاءوا أباهم عشاء يبكون. هنا الضمير جملة، طبعا الجملة هي يبكون، وهي جملة فعلية في محل نصب حال تماما. أيضا بيت شعري مثلا: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا يختال، أيضا هنا جملة فعلية، والرابط هنا هو الضمير، طبعا الضمير المستتر. أما الرابط الثاني الواو،
مثلا، فقد جلوت لنا والشمس شاهدة ما يعجز الوهم أو يأتي به الحلم. طبعا هنا والشمس شاهدة هي جملة اسمية في محل نصب حال، والرابط هنا الواو. أما الرابط الثالث هو الواو والضمير معا، مثلا عش عزيزا أو مت وأنت كريم. وأنت كريم، الواو والضمير أنت. وجب الذكر أيضا أن الحال تتعدد، إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ووجه الأرض قد راقة. طبعا هنا مشتاقة جاءت هنا حال مفردة، الأفق طلق حال جملة، جملة اسمية، ووجه الأرض قد راق. إذا وجدنا هنا، وجد في هذا البيت ثلاث أحوال. أو نقول فتقعدا ملوما محصورا أيضا. وهناك كلمات تأتي أيضا حال طبعا دائما. طبعا مثلا جميعا، أجمعين، عامة، كافة، قاطبة، ومعا. طبعا هذا كل عموما ما يخص الحال. بالنسبة للمنصوبات يجد الطالب صعوبة في الحقيقة في التمييز بين المنصوبات. تماما. يعني مثلا الحال نسأل عنه بكيف، مثلا المفعول الأجلي نسأل عنه لماذا. يعني أنا اليوم أود أن أطرح مثلا عدة أمثلة على سبيل المثال. أقول كان الشيخ منتشيا وأقبل الشيخ منتشيا. نجد اليوم الطالب عندما يقول كان الشيخ منتشيا يجب أن ينتبه أن هذه المنصوبة هي خبر، لأنها جاءت بعد فعل ماض ناقص. ولكن عندما قال أقبل الشيخ منتشيا هي جاءت بعد فعل، وهناك صاحب حال وبيّنت هيئة الشيخ. أما عندما أقول يريكم البرق خوفا، خوفا لا تصح أن تكون حال لأجله، لأنها مصدر قلبي. لذلك هناك فوارق حقيقة بين المنصوبات. إذا حاول الطالب أن ينتبه إلى القاعدة ويسعى إلى تطبيقها يجد هناك يعني أريحية في التعامل مع تلك المنصوبات. ونحن أردنا أن نسقط تلك القاعدة على المنهاج كما ذكرتي من قصيدة خير الدين الزركلي. وأيضا نقول أثغثغ لا مفصحا كلمة فتحسب أمي كلامي درر، أيضا هي من منهاجنا المقرر في الصف التاسع مفصحا. وأيضا شفيق جبري عندما قال في بيت خارجي وهكذا الشعر يطوي في قلائده، أيضا جملة يطوي هي جملة في محل نصب حال، جملة فعلية في محل نصب حال. أيضا مثلا ليس الجهول الذي ينقاد منكسرا، إن سألنا هنا كيف ينقاد الجهول فالجواب هنا منكسرا، مثل العليم الذي يقتاد جزلانا، كيف يقتاد العليم هنا يقتاد جزلانا، وجزلانا هنا حال منصوبة تماما. أردت أيضا أن ننوه إلى موضوع الفرق بين الجملة الحالية والجملة الخبرية. فنحن نقول دائما بعد المعارف أحوال، ولكن الأفضل أن نقول بعد المعارف أحوال على أن تحمل الجملة ضميرا يعود على صاحب الحال. لذلك كمان أخذنا مثالا من الكتاب يقول في قصيدة بدر الدين الحامد والهزار الغريد يأخذ عنها أو الأزد تزأر. فهنا جملة تزأر وجملة يأخذ عنها جملة في محرفة خبر تماما. الهزار مبتدأ، يعني سبقت بمبتدأ ولم تسبق بصاحب حال. فنقول بعد المعارف أحوال على أن تحمل الجملة ضميرا يعود على صاحب الحال المعرفة، وبعد النكرات صفات على أن تحمل الجملة ضميرا يعود على النكرة. وهذا طبعا أمر مهم، لذلك الطالب أوقات يخلط حقيقة بين تلك، لأنه لم يعتمد يعني على فهم المعنى ولم يعتمد على تطبيق هذه القاعدة في النصوص. ننتقل إلى نص آخر حقيقة، وهو تتويج لما حصل مع بلدنا الغالي سوريا، وسمها طبعا الشاعر قصيدته باليوم الأغار التي حقق من خلالها أبناء أمتنا انتصارا على العدوان الفرنسي بعد أن دام ذلك الاحتلال لما يزيد عن عقدين من الزمن. ولم يكن لهذا الانتصار أن يتحقق لولا تضحية أبناء الأمة الذين سطروا بدمائهم أعظم البطولات والتضحيات. هل لك آنسة أميمة أن توضح لنا بعض المعاني المتمثلة في هذا النص؟ كون النص درس في ندوات سابقة. صحيح. تفضلي. اليوم الأغر للشاعر محمد البزم. طبعا محمد البزم هو شاعر وأديب عربي سوري دمشقي. طبعا هو شاعر الشام والغوطة. محمد البزم لم
يكن شاعرا عاديا، بل هو من كبار الشعراء في سوريا على مدار القرن العشرين، وقد استحق فعلا لقب شاعري الشام، فقد أخلص حياته كلها للشام وغوطتها حتى صار مقرونا بالغوطة. طبعا في قصيدتنا اليوم الأغر تغنى الشاعر هنا بجلاء المحتل، وهذا التغني هو دفق عاطفة صادقة خلدتها الكلمات قصائد تصور الفرح بطرد المحتلين، وما انتصار تشرين إلا تتويج لسلسلة معارك العزة والإباء، ومنها معركة ميسلون التي دفع فيها أبناؤنا أغلى ما يملكون حتى وصلنا إلى هذا اليوم الخالد اليوم الأغر. طبعا هنا في هذه القصيدة، طبعا قصيدة من أجمل قصائد الكتاب، تعبر عن الفرحة العارمة العظيمة والاعتزاز بالانتصار. تماما تماما، هي مليئة بمشاعر صادقة، مشاعر الاعتزاز والفرح بجلاء هذا المحتل. طبعا هنا القصيدة هنا اشتملت هنا ثلاثة مقاطع. المقطع الأول، في المقطع الأول طبعا سأقرأ بعض الأبيات. حلق بجوك واخفق أيها العلم، فالأفق طلق ووجه الدهر يبتسم. قل للطواغيت داهيها وأحمقها، لا عاش من راح بعد اليوم يظلم. مجد العروبة ما أغفت نواظره عن الحياة، ولم يلمم به الهرم. للضيم في كل نفس حلها ألم، واليوم زحزح عن أربعنا الألم. طبعا في هذا المقطع تتبدى لنا آثار الفرح واضحة بالانتصار بعد جلاء المحتل، فنرى الشاعر هنا يطلب من علم النصر والاستقلال الشموخ عاليا. نراه أيضا يبلغ المعتدين رسالة فحواها أن لا مكان لهم على هذه الأرض الطاهرة، وأن أمجاد العرب هي قديمة خالدة لم تتغير على مروري أو بمرور الزمان. والألم الذي زرعه الظلم في النفوس قد زال بزوال هذا المحتل الذي أبعده يوم الجلاء. أما في المقطع الثاني يخاطب الإنسان العربي السباق دوما إلى الأعمال المبتكرة التي يحتذى بها، يدعوه إلى مواجهة مصائب الدهر ونوبه، لأن الخير كل الخير في القوة التي لا تعرف الملل. قال: لا تسأمن صراع الدهر في جلل، لا خير في عزمة ينتابها السأم. طبعا يتابع، طبعا يدعو، يتابع دعوته إلى الاستمرار في تماما إلى تذكر الماضي المجيد. الماضي المجيد هو الأساس في بناء الحاضر. وفي المقطع الأخير هنا تتبدى لنا العظمة، في عظمة وخلود هذا اليوم يوم الجلاء. طبعا عظمته هذه كما رآها الشاعر كما نراها هي حكر عليه فقط، حاول الكثيرون الوصول إليها لكنهم لم يستطيعون، فإذا هي حكر لهذا اليوم الخالد. طبعا لماذا؟ لأنه قد حقق ما لم يستطع الخيال أو الوهم تحقيقه، حيث قال: فقد جلوت لنا والشمس شاهدة ما يعجز الوهم أو يأتي به الحلم. طبعا عندما قال هنا والشمس شاهدة، هنا حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها. وأخيرا هنا العظمة والعلو والشموخ، عندما قال: أنت أعظم في البقيا وأخلد في العقبة وأجمل في الذكرى ولا جرم. لا شك في أن يوم الجلاء هو الأعلى شأنا، هو الباقي، هو الأجمل. هذا. شكرا آنسة أميمة. نعم، اليوم الأغر للشاعر محمد البزوم مجد فيها تضحيات أبناء الأمة، فكانت الفكرة العامة للقصيدة هي التغني بانتصارات الوطن وتمجيد بطولات أبنائه. وقد رأى طبعا في المقطع الأول أن لي يوم الجلاء هو أثر عظيم، لذلك دعانا في المقطع الثاني للاستمرار في تحقيق الأمجاد اقتداءا بالماضي، وختم حديثه بخلود يوم الجلاء في نفوسنا وفي ذاكرتنا. ويستحضرنا أيضا قول الشاعر بدر الدين الحامد: يوم الجلاء هو الدنيا وزهوتها لنا ابتهاج وللباغين إرغام. أيضا هذه الفكرة أيضا عرضت، وهذه القصيدة عرضت في صف الثالث الثانوي، ما يشابهها من فكر عندما تناولها الشاعر عمر أبو ريش عندما قال: يا عروس المجد تيه واصحبي في مغانينا زيول، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي.
آنسة أيانا، اليوم سننتقل إلى جانب مختلف وهو البلاغة أو ما يسمى علم البلاغة. نحن تناولنا هذا العلم في الصف الثامن عندما بدأنا بقسم علم البيان التشبيه، وتحدثنا عن التشبيه البليغ وتشبيه تام الأركان، ثم تناولنا في الصف التاسع الأساسي ما تبقى من أنواع التشبيه. اليوم سنتحدث عن فن هو يرتبط بعلم البيان، ألا وهو الاستعارة. لا يستطيع حقيقة الطالب يعني أن يفهم الاستعارة بشكل جيد وأن يستخرجها إلا إذا انطلق من خلال التشبيه. هل لك أن تتناول لنا هذا الفن وتوضحيه مع ذكر أمثلة من كتابنا المقرر حتى نزلل الصعوبات للطالب عندما يحاول أن يطبق ما تبقى من صور إن كانت تتعلق بالاستعارة أو بالتشبيه؟ تفضل. نعم، الاستعارة كما ذكرت أستاذ عبد الخالق هي جزء من علم البيان الذي ينتمي إلى علم البلاغة، ولا يمكن الخوض فيها دون أن نتذكر أنواع التشبيه التي مرت مع الطالب سابقا. فلو بدأنا أو لنأخذ من الكتاب بيتا ونطبق عليه، فالبيت الذي ذكر سيفا يصون وفكرا مثله جزمة، في هذا البيت لو حولته إلى تشبيه تام الأركان يصبح السيف كالإنسان يصون، وهنا السيف مشبه والكاف هي الأداة والإنسان هو المشبه به ووجه الشبه هو الصون. فلو حذفنا إحدى أركانه تحول إلى تشبيه آخر، فلو حذفنا مثلا الأداة يصبح تشبيها مؤكدا ويصبح التشبيه السيف إنسان يصون. طبعا أركانه موجودة وفقط الأداة محذوفة. أما إن حذفنا وجه الشبه فسيصبح أيضا نوعا آخر من التشبيه وهو التشبيه المجمل، ولكن إن حذفنا الأداتين معا أو إذا حذفنا ركنين معا وهما الأداة ووجه الشبه يتحول هذا التشبيه إلى تشبيه بليغ. وانطلاقا من التشبيه البليغ يمكن أن ندخل إلى الاستعارة، والتي هي تشبيه بليغ حذف أحد ركنيه إما المشبه أو المشبه به. وسأكمل في التطبيق على المثال الذي ذكرته وسأحذف المشبه به. بمعنى آخر، لا يستطيع الطالب أن يفهم الاستعارة إلا إذا عرف أن الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد ركنيه إما المشبه أو المشبه به. فعندما ينطلق الطالب من فهمه للاستعارة من خلال التشبيه ويضع تشبيها تام الأركان كما ذكرتي، نعم، السيف كالإنسان يصون، يستطيع الطالب أن يقول أننا حذفنا المشبه به وهو الإنسان وأبقينا شيئا من صفاته أو لوازمه وهي الصون على سبيل الاستعارة. نعم المكمل. هذا سنقول لذلك. نعم، التشبيه التام الأركان هو الذي سيوصلنا بعد أن نحذف المشبه والمشبه ويصبح بليغا إلى الاستعارة المكنية. هل لك أن تفصل لنا في هذا الجانب حتى نعم. يسهل على الطالب فهمه؟ سندخل إلى التفصيل إلى أنواع الاستعارة. هناك للاستعارة نوعان، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. سنبدأ مع الاستعارة المكنية، وهي تشبيه بليغ حذف منه المشبه به وترك شيء من لوازمه أو من صفاته. وهنا كما قلت سأطبق على أيضا المثال الذي ذكرته متابعة للسلسلة. فلو قلت سيفا يصون كما هي واردة في الكتاب، أو سيف يصون مثلا، هنا المشبه هو السيف والمشبه به هو الإنسان، ولكن من المحذوف منهما؟ المحذوف هو المشبه به الإنسان. ما الذي دلني على أن الإنسان هو المشبه به؟ هذه الصفة أو هذه القرينة الواردة ألا وهي الصون. وهكذا يمكن للطالب أن يتعرف على الاستعارة المكنية، وأمثلتها في الكتاب كثيرة، منها مثلا تبني الجديدة، شبه الجديدة ببناء يبنى، منها الدهر فرقنا، منها أنصف الدنياك، شبه الدنيا بإنسان ينصف، أيضا علمينا فقه العروبة يا شام، شبه الشام هنا بإنسان يعلم، كما شبهها بإنسان ينادى وهو
هنا أتمنى من الطالب أن ينتبه إلى النداء، فإذا نودي ما هو أو إذا نودي غير الإنساني بالنداء، النداء هو صفة من صفات أو لازمة من لوازم الإنسان. فمثلا لو قلت يا شامو أو يا دمشق، هنا شبه دمشق بإنسان ينادى، وهنا تكون الاستعارة مكنية. أما إذا انتقلنا إلى النوع الآخر من الاستعارة وهي أيضا تشبيه بليغ، ولكن هنا حذف منه المشبه وصرح بلفظ المشبه به. وأيضا سأورد مثالا من كتابنا للشاعر القيرواني الذي قال متغزلا بمحبوبته: كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده. هنا شبه الشاعر محبوبته بالغزال فحذف المشبه المحبوبة وصرح بلفظ المشبه به الغزال، والاستعارة هنا تصريحية. وأيضا يمكن أن نذكر عددا من الأمثلة، مثلا كالشاعر الذي رثى ابنه فقال له يا كوكبا، أو عندما ذكر عمر المختار في قوله يا أيها أو يا أيها السيف المجرد. نعم، يا أيها السيف، شبه عمر المختار بالسيف. وهذا ما يمكن أن نذكره عن الاستعارة. بمعنى آخر أنس، يعني اليوم نحن عندما نتحدث عن التشبيه والاستعارة قد يجد طالب صعوبة حقيقة في شرح الصورة، ولكن نريد أن نسهل الأمر على الطالب فنقول له عندما نقول على سبيل المثال الدهر يبتسم، نضع له المشبه على سبيل التحليل. المشبه هو الدهر، المشبه به إنسان وهو محذوف طبعا على شكل فراغات أو ما شابه ذلك. ممكن يأتي السؤال بأكثر من طريقة، يمكن أن تريد شبه الشاعر نضع له فراغ، بفراغ أبقى شيئا من لوازمه وهي الابتسامة، ونوع الاستعارة مكنية. عندما يعني يحاول الطالب حقيقة أن يحلل الصورة بهذه الطريقة يسهل عليه فهمها، فيعرف أن الدهر شبه بإنسان رحبت بنا الروض، أن الروض شبه بإنسان يرحب به، الكبرياء أو غرست أيضا على سبيل المثال. يجد أوقات الطالب صعوبة بالاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية لأن المشبه يحذف ويصرح بلفظ المشبه به، ولكن عندما يفهم الطالب المعنى بشكل جيد، يعني يعرف أنه الشاعر كان يتحدث عن عمر المختار فيقول يا أيها السيف المجرد، يعرف أن عمر سيف ويكون هنا عمر المشبه وسيف هو المشبه به. عندما نقول قال الشاعر متحدثا عن فلسطين، نحن يا أخته يعلم أن فلسطين هي المشبه وأخت هي المشبه به. أيضا يستحضرني بيت جميل لأبي الوأواء الدمشقي يقول أمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. نعم. أيضا أمطرت لؤلؤا، الدمع لؤلؤ، من نرجس العين نرجس، سقت وردا الخد ورد، عضت على العناب بالبرد، الشفاه بالبرد. يعني نلاحظ أن هناك مشبه محذوف ومصرح بلفظ المشبه به، وهذا يعطي المعنى جمالية أكثر. يعني عندما يحذف المشبه ويصرح بلفظ المشبه به. أستاذ عبد الخالق، أحيانا يختلط على الطالب أمر لكثرة الأمثلة الواردة في الاستعارة المكنية والتي هي معنى اتصال وسمحتي. نعم. أنسي أهلا فادي، أهلا وسهلا بك فادي، أسمعك، أهلا وسهلا بك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. نحن أستاذ كثير عم نستفيد منكم، فيني أسألك سؤال عن الصور المطلق؟ تفضلي. أهلا وسهلا. هلا أنا جتنا مذاكرة، علميني كل العلمي ولا كل التعليمي؟ وبيروح لي عليها؟ هلا علم المصدر، علم المصدر منه التعليم. علم المصدر منه التعليم. لذلك اليوم نحن عندما نريد أن نتحدث عن نائب المفعول المطلق يفضل أن نضع المصدر بما يتناسب مع الفعل المذكور قبله. طيب بيروح لي علامات؟ هلا هذا الموضوع نعم، لأنه اليوم بين علم وعلم هناك ثلاثي وهناك رباعي. التعليم هو مصدر قياسي والعلم هو مصدر صناعي، لذلك هناك نعم أن الطالب يجب أن يذكر نائب المفعول المطلق مع المصدر المناسب له. أنا بعرف إنه هيك، بس يعني خايفة إنه بيروح لي علامات. نحن هذا الامتحان هو عبارة عن امتحان تجريبي. نعم. مذاكرة تجريبية يستفيد الطالب منها حتى ينتقل إلى الامتحان النهائي. طبعا نحن نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وهذه خطوة يعني إيجابية للطالب أن يخاف على يعني أن يكون هناك نقص لديه في العلامات في هذه المرحلة، ولكن إذا أخطأ في هذا المرحلة أفضل من أن يخطئ في الامتحان النهائي. لذلك نحن نتعلم
أنه النائب المفعول المطلق يأتي بعده دائما مصدر يكون مناسب للفعل الذي ذكر قبله. نعم. في سؤال ثاني إذا في مجال. تفضلي. أستاذ بدي أسألك سؤال، درس التمييز آخر سؤال بالأسئلة بطونة هي تمييز؟ بس أعيد الكلمة. بدرس التمييز. إيه. السؤال الأخير، بطونة راحن بالبيت أي؟ نعم هلا نحن سنتناول الحديث عن التمييز بشكل مفصل. تماما. تابعينا لنهايه الحلقه سنتحدث عن التمييز ونذكر امثله مباشره من الكتاب. كنت أعقب فقط على الاستعارة المكنية، قد يختلط على الطالب أمر وهو لكثرة طبعا الأمثلة الواردة في الكتاب وكلها تشبيه بإنسان، فيعتقد بأن الاستعارة المكنية هي أن نشبه بإنسان وهذا شيء خاطئ. الاستعارة هي تشبيه أي شيء بأي شيء، أنا قد أقول إنسانا يزأر وهنا شبهت الإنسان بالأسد، وكما قلنا الجديد يبنى شبهت ببناء، إذن ليست هي فقط التشبيه بإنسان لينتبه الطالب إلى نعم هذا ممكن الأمر. ممكن كائن، ممكن أي شيء آخر. نعم نعم فقط. شكرا آنسة أيانا. ننتقل الآن سأميمة ونحاول أن نسلط الضوء على نص مهم من النصوص. نحن نعلم أن النص الأول الذي تناولناه طبعا محمد ميسلون دراستان سريعة لأنه مر معنا مثبت وتحدثت فيه عن الجانب الوطني. طبعا. أيضا قصيدة اليوم الآخر عن الجانب الوطني. طبعا. ولكن اليوم قصيدة التوأمان تتناول الجانب القومي. طبعا. هل لك أن تبيني لنا لماذا تتناول الجانب القومي مع ذكر المعاني النبيلة التي تمثلها الشاعر في ثنايا قصيدته؟ طبعا نبدأ بالتعريف عن الشاعر أولا. طبعا الشاعر هنا شفيق الكمالي صاحب قصيدة التوأمان. طبعا هو شاعر عربي سوري ولد في البوكمال ثم انتقل إلى بغداد، شغل مناصب عدة لكنه لم يستغلها لأغراضه الشخصية، فقد كان معروفا بنزاهته. والنص الذي بين أيدينا هو نص العاطفة القومية تضج فيه، فنظر الشاعر هنا بعين المحب إلى دمشق وبغداد، فالتهبت المشاعر القومية في قلبه ووجدانه، وهذا دفعه إلى التغني بأصالة البلاد ووحدة شعبها، فعبر عن حبه للتآلف بينهما وما يعطيه هذا التآلف من قوة ومنعة للبلاد. طبعا هذه القصيدة من الشعر القومي، والشعر القومي طبعا عندما يتحدث الشاعر عن بلده وبلد آخر أو عن بلد آخر غير بلده فهنا يكون الشعر قومي، أما إن تحدث فقط عن بلده هو فيكون الشعر وطني. طبعا. وفي هذه القصيدة قد تحدث عن الشام وعن العراق. طبعا الشاعر في هذه القصيدة بشكل عام قد بدا معتزا ومفتخرا، سنرى ما تضمنته هذه الأبيات بعد قراءة المقطع الأول منها. يقول: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت ذؤابة المجد عزما كالذي عزما، ولا تلاحما كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثل ما التحما، بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما، والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما، لله عزكما لله عزمكما لله وحدة مسرى أمتي بكما. طبعا هذه القصيدة ابتدأ بها الشاعر، طبعا ذكرنا أنه هو شاعر سوري، فهنا ابتدأ هنا بهذا العراق وهذه العراق تماما نعم. العراق والشام قد تفردتا بقمة المجد التي لم تعرف شدة وثباتا كشدة وثبات هذين البلدين. انتقل بعد ذلك في المقطع الثاني ليصف تلاحم هذين البلدين في المعارك، فهذا التلاحم أقوى من تلاحم يدي شجاع قوي منتقم لمصائبه حول أداة مقاومته. طبعا الجدير بالذكر هنا يجب أن ينتبه الطالب إلى أن كلمة غضب لا نقصد بها سريع الغضب، إنما هو المنتقم. ينتقل بعد ذلك هنا فكرة الأصالة في الأبيات التالية. أصالة الشام والعراق واضحة حيث ذكر أن مدينة بغداد منذ أن شادها الخليفة أبو جعفر المنصور
علما سوى علم الأمة العربية. طبعا بعد ذلك انتقل إلى الشام. الشام هي منطلق النضال والفكر القاطع إلى الأمة العربية. بعد ذلك طبعا عندما قال هنا لله عزكما لله عزكما تناول عزة البلدين تماما هنا تجلت هنا العزة والعظمة في أسمى معانيها طبعا. وهو تمنى طبعا في القسم الثاني هنا لله وحدة ومسرى أمتي بكما انطوى هنا على أمنية تمناها الشاعر هو أن تتحد البلدان العربية كما العراق والشام. أما المقطع الثاني والكبرياء بغير الشام ما غرست والشعر إلا لوجه الشام ما نظم أستغفر الله في بغداد دوحته يا توأمان شموخ العزة اقتسما يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى إذا جعلت وريدي خافقي كلمة عجيبة أنت بدء الدهر مولدها ولم تزل غضة والدهر قد هرم. طبعا في هذا المقطع ينتقل الشعر ليتحدث عن عظمة الشام ورفعتها طبعا. فقال هنا لا كبرياء من دون الشام. الشعر لم يكتب إلا من أجل الشام. طبعا في البيت التالي قال أستغفر الله طبعا طلب العفو والغفران من الله لأن الشعر أيضا تفرع وصل إلى بغداد وازدهر أيضا. وحري بالعراق والشام اقتسام العظمة والمجد. طبعا يتابع في الأبيات التالية ليدلل لنا ارتباطه الوثيق بدمشق فحبه لها لا يوصف ولا كلام يعبر عنه. يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى لو وفى الكلام هوى يعني يعتبر بأن الكلام لن يعطيها حقها في الحب. إذا جعلت وريدي خافقي كلمة لو أن هذا الكلام يوفي حبه لها لحول عروق قلبه إلى قصائد. طبعا الخاتمة هنا كانت مس خاتمة هذه القصيدة عندما قال عجيبة أنت. هنا الاستعظام واضح العظمة عظمة دمشق واضحة هي مدهشة هنا. كيف استطاعت البقاء يافعة شابة مع أن بدايتها كانت منذ بداية الدهر الدهر قد هرم ولكنها بقيت شابة. طبعا هذا نشكر لك أنسي على هذا التوضيح. نحن تمنينا أن يعني نسهب بالمستوى الفني ولكن كون طبقنا استعارة ونطبق قواعد اللغة ننتقل إلى التمييز عجالة لنتحدث عنه. هلا التمييز نحن درسناه في الصف التاسع الأساسي يأتي تمييز مفرد وتمييز جملة. تماما التمييز المفرد هو الذي طبعا يمثل كلمة مفرد أو يوضح إبهام يعني الشيء الغير واضح للكلمة التي سبقت. أما التمييز الجملة يوضح جملة إبهام جملة كان أقول أنا أكثر منك مالا. الآن أنا سنعرض بعض الأمثلة حقيقة من الكتاب حتى نوضح للطالب يعني الفرق بين التمييز والمفعول أجله والمفعول به والحال. يقول أبو تمام الصيف أصدق إنباء من الكتب. إنباء من الكتب هون تمييز جملة لأنه وضح جملة قبله. 60 عاما عاما تمييز مفرد لأنه وضح كلمة قبله وضح إبهام كلمة قبله. سمى الطالب خلقا أيضا بعد فعل سما. ازداد الطالب علما امتلأت الغرفة دخانا. هنا التمييز يوضح إبهام يعني يوضح شيء غير واضح. أما المفعول لأجله هو مصدر قلبي. هنا دائما الخلط بين المفعول لأجله وبين التمييز. المفعول لأجله مصدر قلبي يأتي يبين سبب حدوث الفعل. وأردت طبعا أن أذكر أمثلة من الكتاب كأن نقول لم أنع عنك قيلا ولا لنقيصة كلمة قيلا هي مصدر قلبي. أيضا يقول يعانقون الثرى طبعا بيت محذوف هذا البيت كان في العام الماضي ومن تتمة القصيدة أيضا. إذا الطالب يجب أن يطلع على كلمة قلان كلمة غضبا كلمة حبا رفع طربا هذه الكلمات مصادر قلبية لذلك تأتي في إطار المفعول لأجله. أما ما يأتي بعد العدد والوزن والمكيال والمساحة يعني يكون هو تمييز مفرد. ما يوضح إبهام جملة اشتعل الرأس شيبا هو يكون تمييز جملة. لذلك يطلب من الطالب أن يحدد المميز ويحدد التمييز ومن ثم ينتقل إلى تحديده أو أعرابه ضمن البيت الشعري. ننتقل لك أنسي أيانا لنتحدث
معنا اتصال. تفضل سالم. اهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه، شكرا كثير لكم، كثير عم نستفيد منكم. اهلا وسهلا. يا هلا، اهلا وسهلا. بس بدي اسالكم باعراب قصيده روائع الاثار. تفضل. اعراب كلمه معجزات خراب سلام، اهي كلها خبر لمبتدا محذوف؟ تفضلي انسي ايانا، افتحي القصيدة. القصيدة هي الثانية من الوحدة الأولى. معجزات من البناء كبار. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ ايه. تفضل. وجملة لم تفتها، أهي في محل صفة لضروبة؟ أين الجملة موجودة في نفس القصيدة؟ ضروبة من كل زهر أنيقا لم تفتها ربارة الأزهار. ليست جملة. ليس إعراب جملة. ليست. وضروبا هي اسم معطوف. وضروبا من كل زهر انيق. نعم. لا هون صنعوا من جماده ثمرا. نعم. يجنى نعقب ثمرا وضروبا وشجارا. نعم. واسودا. تماما. نعم. هنا لا جمله هنا. تماما. نعم. تمام. ومعجزات هون خراب سلام خبر. نعم هي. نعم. خبر. نعم. خبر مبتدا محذوف. نعم. تماما. طيب الشعور في قصيده روعه البيان في البيت الاول، ردي علي بيانا سحره جمحا بل الزمان. والبيت الثاني أهو فرح أم إعجاب؟ شوق. الشاعر يعني هو شوق. مأهور لسه. هو شوق وتضمن حزن أيضا. حزين هو يعني؟ طبعا هنا إذا هل لديك سؤال آخر ثم سأجيبك عن هذا السؤال؟ لا ها هن. تفضلي ستابع الإجابة على الشاشة. تفضلي أنسة يعني. بالنسبة للشعور أحيانا يقف الطالب عند. نعم. كلمة من كلمات البيت. نعم. لاستخراج الشعور، ولكن هنا ننظر إلى البيت بشكل عام. بشكل عام ما هو شعور الشاعر عندما قال هذا البيت؟ عندما. نعم. قال ردي علي بيانا سحره جمح ضن الزمان به من بعد ما سمح. نعم. أستطيع أن أقول هنا الشوق إلى البيان الذي كان. نعم. يتحلى بتلك الموهبة بإبداع سابقا، وقد أقول الحسرة ضم الزمان به من بعد ما سمح. ولكن هي أخذت كلمة سحره. نعم. للإعجاب. هنا يعني الطالب يجب أن ينتبه إلى قضية بالنسبة للمشاعر العاطفية، يهتم بالشعور العاطفي والأدوات اللي معبرة عنه. نعم. ولكن هناك أبيات كما ذكرنا ممكن أن تحمل شعورا عاطفيا في لفظة، ولكن الانطباع العام للبيت. نعم. يكون مختلفا، كأن نقول ما زالت الأيام فيها السراء والضراء، شعور أمل وتفاؤل. نعم. وتوقع إذا السماء فهرت مطرا. نعم. فاعلم بأنها ستحيي السهولة. هنا البيت في يعني مجمله يتحدث عن الأمل والتفاؤل. نعم. لا أخذ مثلا لفظ فهرت وأقول شعور غضب. نعم. أو شعور كره. لذلك يجب أن ينتبه الطالب، يعني ممكن أن يقول شعور أجاب باللغة لا ضير في ذلك، ولكن يجب أن ينتبه الطالب إلى البيت ويدرس البيت بشكل عام. تمام. ويحدد الأداة المناسبة من خلال فهمه للمعنى البيتي بشكل عام. حتى يعني لا يداهمنا الوقت آنسي أيانا، سننتقل إلى قصيدة سأقاوم للشاعر سميح القاسم. نعم. ومن ثم نتحدث عن الاستثناء بعجالة. تفضلي. لا أستطيع أن أدخل إلى هذه القصيدة دون ذكر هذه الحادثة الصغيرة عندما كان والده في قوة حدود شرق الأردن وهم عائدون في القطار، وأخذ الطفل يبكي حتى خاف الركاب أن تهتدي إليهم طائرات معادية، وأرادوا قتل الطفل من شدة الذعر، واضطر والده إلى حمل السلاح. وهنا قال هذا الشاعر، وهذا ما سنراه في هذه القصيدة: حسناً، لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة، سأريهم، سأتكلم متى أشاء وفي أي وقت أشاء وبأعلى صوت. وهنا فعلا هو رفع أعلى صوت يردد فيه صوت المقاومة أو استمرار المقاومة، ولن يقوى أحد على إسكاتي. أيضا إذا أردنا ما هي القضايا المطروحة في هذا النص، أو ما هي أهم الأمور المطروحة؟ طبعا نراه في هذه القصيدة يرفع صوته منددا بممارسات، وأغلب ما ورد هنا ممارسات، والجرائم كانت في تتمة القصيدة، ممارسات الاحتلال الصهيوني لفلسطين، فاضحا تلك الممارسات، موثقا آلام الشعب الفلسطيني وجراحه، ومؤكدا على استمرار هذه المقاومة حتى تحقيق النصر. والنص تقريبا كله عبارة عن رموز
الحافظ. يبدأ الشاعر هذا النص بقوله: ربما تسلبني آخر شبر من ترابي، ربما تطعم للسجن شبابي، ربما تسطو على ميراث جدي من أثاث وأوان وخوابي، ربما تحرق أشعاري وكتبي، ربما تبقى على قريتنا كابوس رعبي يا عدو الشمس، لكن لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم. بدأ الشاعر نصه أولا بفضح هذه الممارسات بحق الأرض، بحق الأرض وسلب هذا الاحتلال للأرض الفلسطينية، ثم انتقل ليبين هذه الممارسات بحق الإنسان، حيث أن هذا المحتل أولا يسلب حرية الإنسان، يسلب ربيع عمره أيضا، ونحن نتحدث هنا عن الإنسان الفلسطيني طبعا. ربما تسطو على ميراث جدي هنا من أثاث وأوان وخواب، هذه التفصيلات تمنحنا ثلاث دلالات، وطبعا القصيدة التي فيها رموز تحمل معاني عديدة وثرة. أولا ذكر التفاصيل يضفي الواقعية على النص، ثانيا هذه التفاصيل ربما عندما يقول أثاث قصد به إخراج الفلسطينيين من منازلهم، والأواني والخوابي، أواني الطعام وخوابي الماء هي لحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، أيضا لإبعادهم عن هذه الأرض. أما بالنسبة للدلالة الثالثة فهي تدل على أنه يعرف التفاصيل الموجودة ببلده أو في بلده وهو الأحق بها لأنه ذكرها وعددها. ثم انتقل ليتحدث عن ربما تحرق أشعاري وكتبي، هنا سلب حرية التعبير وتجهيل الشعوب. لماذا يسلب حرية التعبير ويقوم بتجهيل الشعوب؟ طبعا لإحكام سيطرته على هذا الشعب. ثم يقول، ينتقل إلى بث الرعب في النفوس، يصور الشاعر بث رعب الرعب في النفوس لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وهذا ما اتبعه الصهاينة في بداية احتلال فلسطين عندما قال طبعا غاضبا منه ويقول له يا عدو الشمس، يا عدو الشمس، هنا انتقل ليخاطبه بغضب. الشمس هنا رمز للحق، حق الفلسطيني، الحق هنا يشمل كل الحقوق الفلسطينية، حقه بأرضه بحريته، حقه بالعودة، حقه بالحياة الكريمة وإلى ما يعني هنالك. الشاعر هنا في هذه القصيدة يندد بالاحتلال الصهيوني ويفضح ممارساته. حتى يتسنى الوقت لنا بالحديث عن المستثنى والمقابلة، سأعرج بشكل سريع إلى المستثنى بإلا وندخل مع الأنسة أميمة في المقابلة. المستثنى بإلا طبعا هو عبارة عن اسم منصوب طبعا يذكر لبيان اسم قبله يسمى المستثنى منه. نحن لدينا أركان الاستثناء هي المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء، ويأتي الاستثناء كما ذكرنا بثلاثة أنواع: تام مثبت وهو ما ذكر فيه المستثنى ومنه وأداة الاستثناء، والمستثنى بإلا، إذا لأنه ندرس نحن في صف التاسع، إلا المستثنى بإلا كأن أقول أشعلت عيدانا الكبريت إلا واحدا، وأيضا الاستثناء التام المنفي وهو ما ذكر فيه المستثنى منه والأداة وسبق بأداة نفي. والمستثنى الناقص المنفي دائما يكون المستثنى منه محذوفا، كان أقول لا تسمع، نعم لا تسمع إلا همسا، وهو أكثر ورودا في أمثلة الكتاب. هل لك يا أنس أميمة أن تتناولنا الحديث عن التعبير الوظيفي؟ نحن نعلم أن المقابلة هي تندرج تحت إطار التعبير الوظيفي. الوظيفي طبعا وهو جزء من التعبير الكتابي، وهو التعبير النفي المعبر عن المواقف الاجتماعية المختلفة التي تصادف الإنسان خلال حياته. طبعا مجالاته هنا واسعة، نريد هنا فقط المقابلة الصحفية. طبعا هنا الاسم الشخصية، طبعا يجب تحديد أولا اسم الشخصية التي سنجري معها المقابلة. طبعا ينبغي أن ينتبه الطالب كيف يبدأ بالحوار، يبدأ الحوار أولا بالترحيب، بعد ذلك طبعا هناك بعض الأسئلة، طبعا الترحيب والتعريف، ترحيب كان يقول أهلا وسهلا بكم والتعريف على الشخصية بكم في المقابلة. نعم تماما، أو بعد ذلك يطرح الأسئلة. طبعا يجب التنويه هنا إلى أنه لا إجابات، هنا حسب التوصيف للعام الماضي لا إجابات على الأسئلة، وفي
مهم أن ننوه أن لا يجب أن تحتوي الأسئلة على أشياء ليس لها علاقة بالموضوع تماماً، أشياء يعني خاصة وأشياء عامة أو كذا. أنا أتحدث عن أديب، ليس له، ليس لي علاقة بحياة الأديب تماماً، يعني بحياته التي عاشها مع أسرته. تهمنا أعمال أعماله الأدبية، يعني أنا مثلاً الأعمال. نقول بالترحيب على سبيل المثال، أهلا وسهلا بكم ورحب بكم في هذه المقابلة، تجمعنا اليوم أو نجتمع اليوم مع أديب عربي من قطرنا الحبيب. مثلا على سبيل المثال حتى طالب يعرف. أريد بس فقط التعقيب قليلا على أمر، وهو أن بعد نهاية السؤال عندما يكتب الطالب السؤال ينبغي أن ينتبه إلى متى يضع نقطة ومتى يضع إشارة استفهام. لا يجب وضع دائما إشارات استفهام، يعني ليست كل الأسئلة تحتمل وضع إشارة استفهام. بعض الأسئلة يجب أن تنتهي بنقطة، يعني يجب على سبيل المثال، يعني مثلا لكل شاعر مرجعيته الفكرية في كتابته لأشعاره، ما هي مرجعيتك الفكرية؟ أنا أتحدث عن الشاعر راتب سكر، من خلال دراستك للأديب العربي من هو الشاعر الذي ترك أثرا في نفسك؟ أقول له من يقرأ أعمالك يستشعر الغموض في بعض كتاباتك، هل لدراستك الفلسفية أو لدراستك في الفلسفة دور في ذلك؟ يعني أحاول أن أسأل السؤال من شطرين. السؤال يكون من شطرين. في هذا أنك وضعت تمهيدا للسؤال. نعم. تمهيد السؤال. شيء جذاب، يعني شيء يجذب عموما، يجب استعمال ألفاظ جذابة. وهنا طبعا يعني تختلف المقالة عن التعبير، يعني المقابلة تختلف عن المقالة. التعبير المقالي، المقابلة الصحفية هي تعبير وظيفي، يجب على الطالب أن يحدد، يعني الأسئلة يحدد المقدمة يحدد التمهيد، لذلك لا يربط، يعني يربط الأسئلة مع بعض البعض وكأنه يتحدث مثلا عن الوصف. التعبير الوظيفي يكتب بطريقة مختلفة، لذلك حتى يعني في الامتحان عندما يأتي سؤال، هو يأتي سؤال يجاوب الطالب على قدر السؤال، ولكن يعني يبدأ بالمقدمة، يذكر ترحيب، يذكر بالمقدمة مثلا الأديب، مثلا ماذا يفعل هذا الأديب، يبدأ بالتحية، بالتحية مثلا، يطرح أسئلة كما يمهد للسؤال كما ذكرنا، السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، إلى ما شابه ذلك، ينتهي بشكل استفهام. تعقيب صغير أستاذ، فقط لا يمكن أن نؤطر نحن، لابد بعض الطلاب يؤطرون كتاباتهم مثلا، ما الأسباب، ما النتائج، ما الصعوبات وما الحلول، لا يمكن أن نؤطر، لابد أن ندخل فيه. ماذا نقول في هذا الموضوع؟ هذا الكلام الذي وضعناه هو على سبيل المثال حتى يطلع الطالب على الصيغة، ولكن لا يلزم الطالب حقيقة بأي بالصيغة التي كتبناها، ولكن يجد الطلاب صعوبة، هي حقيقة، بين تطبيق القاعدة، يعني دراسة القاعدة مثلا، وبين تطبيقها يعاني الطالب من الربط بين الجانب المعرفي والأسلوب. يعني هو لديه جانب معرفي، يعني يعرف كيف يكتب المقالة، ولكن الأسلوب والطريقة التي يريد أن يكتب بها، إذا درس القاعدة بشكل جيد وعرف الأسلوب الذي سيكتب به، الأمور ستكون مريحة. تمام. ننتقل الآن بشكل سريع لنتحدث عن القراءة والمطالعة مواطن من تشرين، طبعا وهي قصة تتناول تضحية رجل عجوز قام بإنقاذ طيار سوري عندما سقط في الصحراء. تفضلي ولو ذكرت لنا الأحداث والشخصيات والبيئة بشكل عام القصصية التي تناولها الكاتبة كوليت خوري في نصها، تفضلي. طبعا سوف أذكر باختصار في هذا النص، لو سألنا ماذا يصور هذا النص، هو يصور دعم الخطوط الخلفية من الشعب في الخلف للخطوط الأمامية الذين يحاربون الأعداء. هذا ما صورته الكاتبة في نص مواطن من تشرين، عندما صورت هذا المسن الذي قام بإنقاذ الطيار الذي سقط بطائرته. طبعا ورد النص على شكل قصة، ولا بد هنا من تحديد عناصر القصة، فالزمان كان حرب تشرين التحريرية التي بدأت في 6 تشرين الأول عام 1973، وأيضا المكان كان وسط الصحراء الشاسعة القريبة من دمشق. الشخصيات برزت شخصيتان رئيستان، هما شخصية الطيار وشخصية هذا العجوز، طبعا مع صفاتهما، من صفات العجوز ابن الصحراء، تجاعيده سمر، يداه معروقتان، هو شخصية، أما من صفاته المعنوية مثلا أنه شخصية وطنية مندفعة تحب الوطن مستعدة للتضحية في سبيله. وأيضا هذا الطيار كان مضحيا، جسد قيمة التضحية في سبيل الوطن. هنا يوجد قيمة في هذا النص.
النص والأحداث التي وردت إذا عددناها مثلا حرب الطائرات المتواجدة في السماء، أيضا هذه الحرب سقوط هذه الطائرة التي هوت إسعافه للطيار وصولا إلى بكاء الكاتبة إجلالا لهذه الشخصية الوطنية. حقيقة مضى الوقت سريعا، نشكركم على ما قدمتموه من معلومات تغني فكرة الطالب، وخصوصا في مرحلة التعليم الأساسي وفي الوحدة الثانية القضايا الوطنية والقومية. في هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي الكريمتين الآنسة أميمة سلمان خليل، مدرسة من مدارس تربية حماة، أهلا وسهلا بك وشكرا لك على حضورك، والآنسة أيانا هيثم السلموني، أيضا نشكرك على حضورك ومتابعتك لهذه الوحدة بشكل تفصيلي. نشكركم على ما قدمتم به من معلومات، ونتمنى حقيقة أن تكون تلك المعلومات قد أغنت فكرة الطالب. نحن لا نستطيع أن نفصل يعني بشكل تفصيلي في دروس عديدة، ولكن حاولنا قدر الإمكان أن نضيء على تلك الدروس، على تلك المهارات، على تلك المعارف، يعني حتى نستطيع أن نوصل المعلومة للطالب بشكل أفضل. نشكركم أعزائي المشاهدين، ونتمنى أن نلتقي معكم في لقاء آخر، وبأمان الله.